أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث يسود الطقس مغبر خلال فترة الإفطار بسبب بقايا الأتربة المثارة التي أثرت على عموم منطقة الجزيرة العربية خلال اليومين الماضيين. 32 درجة مئوية متوقعة، الملموسة 30، الرطوبة منخفضة 16%، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة ليوم الخميس. سكاكا طقس مشمس 31 إلى 19، نفس الشيء في عرعر، تبوك 34 إلى 19. المنطقة الغربية الطائف 32 إلى 22، مكة المكرمة 39 إلى 29، المدينة المنورة 36 إلى 26، أما المدينة جدة 35 إلى 24. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية تبقى تتأثر بالغيوم الرعدية الركامية خلال ساعات الظهيرة والعصر، أبها زخات رعدية من الأمطار 25 إلى 18، الباحة 26 إلى 20، جازان 34 إلى 31. المنطقة الشرقية الدمام أتربة مثارة 34 إلى 23، إحساء نفس الشيء 36 إلى 23، أما حفر الباطن 34 إلى 23. بالنسبة للمنطقة الوسطى الرياض طقس مغبر 35 إلى 25، بريدة 34 إلى 23، أما حائل 32 إلى 19. هذا كله والله أعلم، إلى اللقاء.